هذا اليوم يجب ان ناخذ منه العبرة. يوم 28 من سبتمبر 1970 مات فيه حاكم مصر السابق، وكان لا يظن انه سيموت، كان لا يعتقد ان ملك الموت يجرؤ ان يقتحم الاسوار المنيعة ويدخل عليه. ويوم مات طرق بابي طارق وقال لقد مات فلان فاعد نفسك لانك ستعتقل الليلة، وقلت سبحان الله أشقى به حيا وميتا، واعددت نفسي وملابسي وما انا في حاجة اليه. وكلما طرق الباب طارق خرجت بنفسي لافتح له رعب، حتى بعد الممات رعب وفزع، ولكنه مات. وسبحان الحي الذي لا يموت، ولي في فناء الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة اوتي. شخوص واشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. الدنيا اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، واذا جلت او جلت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. قل للطبيب فخطفته يد الردى يا شافي الاسقام من ارداك. واقتحم ملك الموت سلاح المشاة والصاعقة، واقتحم الاسوار المنيعة، ووقف الفريق فلان، ووقف الفريق فلان يقول لابد ان نفعل شيئا، وجاء الاطباء المختصون. هذا يقيس نبضا، وهذا ينظم دقات قلب، وهذا يحنن بولا، وهذا يقيس ضغطا، وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. ومات كما يموت الناس، ووضع في خشبة كما سنوضع جميعا، ووقف الذي سيصلي عليه صلاة الجنازة وقال الله اكبر. الله اكبر منك، الله اكبر منك، الله اكبر من الدنيا وما فيها. لنقول نحن ليس ضد شخص، او نحن ليس ضد الاستثمارات تاع الدوله، ولكن نحن يعني نشجع هذه الاستثمارات، ونحن مع دولة القانون. وبما ان هذا المشروع جاء مخالف للقانون فهؤلاء هم ضد دولة القانون. ثانيا ان احنا نعارض البارونات والمافيا رجال المال الذين يحصلون على المشاريع وفق طرق ائتوائية. تعرفوا بأن هذه البيئة أو هناك خطر كبير وكبير على هذه المنطقة. احنا وقوفنا ضد هذا المشروع هو من أجل حماية أولا أطفالنا الموجودين بالجانب، سواء من حيث يعني التنفس أو الانتباه والشاحنات وكذا، حماية هؤلاء السكان الذين هم كذلك
يتعرضون إلى هذه المخاطر، حماية سكان الشتاتنية، كذلك حماية هذه الأشجار وكل ما فيها، حماية هذه الحديقة وما تم الاستثمار من أجلها، حماية الحيوانات بما فيها الأغنام والطيور. إذن نحن ليس ضد المشروع، ولكن نحن ضد انعكاسات المشروع وما يترتب عنها من نتائج وخيمة على البشر وعلى كامل الأحياء الكائنات الحية بما فيها الإنسان. لذلك مسافة الشيخ الأستاذ المسافة شاكل مسافة لا تكلمت عنها. نحن قلنا مع دولة القانون أن هذا الناس اللي حصلوا على هذه المشاريع ادوها بطرق التوائية بيروقراطية غير محترمين فيها الإجراءات القانونية. احنا وقفتنا هنا، احنا مع دولة القانون. إذا كانت هذا المشروع وفق القوانين معمول بها في الدولة الجزائرية أهلا وسهلا. إذا هذا مخالف تلي للقانون، مخالف تلي للقانون. إذا ونوقف وقفة رجل إن شاء الله بالطبع، والله معنا الله معنا، وخاصة أن فيما يخص حتى بالنسبة لسكان الزاوية والشكلية لابد أن يكون هناك إحساس لديهم، لأنهم والله واحد ما يعاني، يعانوا غير هما، يعانوا غير هما. إذا الناس كانت يعني تذهب، يعني نساء وخاصة في فصل الربيع أين يذهبون هؤلاء السكان؟ هذول الناس. إذا لذلك نقف وقفة واحدة، نقف وقفة واحدة.